ما زالت تفاصيل ما جرى يوم 7 أكتوبر تتكشف، وآخر فصولها ما كشفته صحيفة الشرق الأوسط عن كيفية تنفيذ حماس لعملية طوفان الأقصى. مصادر قريبة من القسام كشفت للشرق الأوسط أن عملية طوفان الأقصى بدأت ب70 مقاتلاً فقط نفذوا هجوماً مباغتاً انطلاقاً من عدة مناطق على طول حدود القطاع من شماله إلى جنوبه. المصادر قالت إن هؤلاء تم اختيارهم من مختلف مناطق القطاع من بين مئات من عناصر وحدة النخبة، وقد تلقوا تدريبات مكثفة على مدار سنوات ليصبحوا من وحدات نخبة النخبة في حماس. المصادر أوضحت للشرق الأوسط أن خطة اقتحام مستوطنات غلاف غزة ليست بجديدة، بل تم التفكير فيها وبدء الإعداد لها قبل حرب عام 2014، وعندما اندلعت تلك الحرب جمدت الخطة قبل أن تتجدد المساعي بعد عام، وتحديداً عقب معركة سيف القدس عام 2021. أما قرار تنفيذ الهجوم وتوقيته فقد اتخذ من قبل 5 أشخاص فقط، هم قائد حماس في غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام محمد الضيف ومحمد السنوار شقيق يحيى، والقيادي في الحركة روحي مشتهى وهو المقرب من السنوار، إلى جانب أيمن نوفل المسؤول السابق عن استخبارات القسام واغتالته إسرائيل خلال الحرب الحالية. وتابعت المصادر أن المسؤولين عن التحضير للعملية أعلموا لاحقاً قادة البيت كتائب القسام بالتجهيزات التي تم وضعها وبمخطط الهجوم، لكن ليس توقيته، وتم اختارهم قبل 3 أيام بالاستعداد النهائي، فيما تلقى أيمن صيام قائد الوحدة الصاروخية على مستوى قطاع غزة تعليمات خاصة بالتجهز لإطلاق مئات الصواريخ تزامناً مع بدء الهجوم. وشرحت المصادر كيف تم تحديد يوم 7 أكتوبر إثر تقارير ميدانية من وحدات الرصد أكدت وجود حالة سكون تام على الحدود، ثم قرر المسؤولون 5 يوم الجمعة أن أنسب وقت هو صباح يوم السبت في 7 أكتوبر. وأضافت المصادر أن قادة الحركة الكبار وبينهم رئيسها إسماعيل هنية ونائبه صالح العروري أحيطوا علماً بوجود خطة لهجوم استثنائي، ولكن من دون تفاصيل دقيقة أو موعد ذلك، وعلموا بالتوقيت قبل ساعات قليلة ومحدودة مثل البقية. المصادر شددت للشرق الأوسط أن هدف الخطة الأساسي كان تنفيذ هجوم نوعي كبير وأسر مجموعة من الجنود الإسرائيليين، ولكن حدثت مفاجآت جعلت الهجوم أوسع، وقالت إن المقاتلين فوجئوا بسهولة سقوط خطوط دفاع القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى قتل وإصابة وأسر عدد كبير من الجنود فوراً. وبعد مرور 1.5 ساعة على الهجوم الأولي تقرر استنفار بقية أفراد وحدات النخبة في القسام. وإلى الضفة الغربية، حيث تصعد إسرائيل عملياتها واقتحاماتها للمدن والبلدات الفلسطينية، فقد دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين بعد وقوع اشتباكات وانفجارات أثناء تصدي شبان فلسطينيين لقوات إسرائيلية تقتحم المدينة ومحيطها ومخيمها. أظهرت مشاهد فيديو جرافات إسرائيلية تقوم بتدمير شوارع وبنى تحتية خلال اقتحامها المستمر للمدينة، كما اقتحمت قوة إسرائيلية مناطق ومخيمات في مدينتي أريحة والبيرة. نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي ومسؤولين مطلعين أن كبير مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ميك جيريك التقى في الدوحة رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وذكر الموقع أن البحث تناول التوترات الإقليمية ومساعي تأمين إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. وأضاف الموقع أن المفاوضات بشأن المحتجزين استؤنفت في الأسبوع بعد أن علقتها حماس لمدة أيام بسبب اغتيال القيادي في الحركة صالح العروري في بيروت.
بعد إجرائه محادثات في إسرائيل، يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جولته في المنطقة، ومن المتوقع أن يصل بلينكين إلى رام الله لإجراء محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أن يختتم جولته في مصر.